في فيلم بيرن اوت كنتي غادي تلعبي دور متغير او دور مختلف على الدور اللي لعبتي فيه في الاول. شكون قال لك هادشي؟ اون سول بارسون اللي تقدر تقول لك هادشي حيت ما عرفت حتى حد من غير المخرج وانا، يعني المخرج زعما معاك شي كتفرشي يوما بوحدك نردي الخماري جو تو سالي. لا انا ما فراسيش هادشي، انا الحقيقه كنت انا كزعف راسي ضمن اللائحه ديال الشورت ليست ديال بيرن اوت، مي كانت مي كان الاستاذ الخماري كيكتبوا لا بروميير فيرسيون، ما بين لا بروميير ولا ديرنيير فيرسيون داز فيها عامين وكيكتب السيناريو ديالو. تعطاني دور اخر اللي هو دور ديال سميه، وما نكذبش عليك النجاح ديال هذاك الدور ما عرفتش علاش انا ملي تفرجت في الفيلم جاوني كاع الادوار بلاصتهم. ما يمكنليش نشوف ذاك الفيلم بلا مرجانه وبلا انس وبلا ساره وبلا راويه وبلا دير سرو، ما يمكنليش نشوف الفيلم بلا كريم السعيدي، ما يمكنليش نشوف ذاك الفيلم بلا هكاك. اقرب ادوارك لقلبك؟ كلهم حيت كل بيرسوناج انا كنبدل الريحه ديالو، حيت انا عندي ريحه وحده ديالتي انا هذه ريحتي انا ريحتي، ولكن ريحه البيرسوناج كل بيرسوناج عندي ريحه كنشرب له ريحه. كاينه شي ريحه من ريحه ديال هاد الادوار اللي كتخبيهم هرستيه شي نهار وبكيت؟ شكون قال لك هاد الشيء؟ هرست لي ريحه، ماشي انا اللي هرست، هرست لي شي حد وبكيت فيها. حيت بكيت فيها حيت ديك الريحه ما كاينه ما نقدش نعاود نلقاها، بكيت فيها بزاف ضرتني حيت داك الشخصيه كانت قريبه ليا بزاف. شكون دوز فيها عامين؟ قمر. لا لا قمر دوزت معاها عامين كمان، دوزت يعني هي اطول وحده كانت اطول وحده كانت معايا هي قمر. اما الناس اللي ما كنعرفش ما كيضرونيش، ما فريمون ما كيهزوش فيا غرام يوطا ديال الاحسان.